المستوطنين قاموا بإشعال النيران في مناطق واسعة على أطراف القرية بين المباني السكنية، مباني فيها أطفال نساء. هلا بنطفي. هاي البرشة بكيت قاعد في الصالة في أمان الله وكذا، ظل أفكد ويهجموا علي المستوطنين. طلعت على السطح حشروني وداروا فيها في الألعاب النارية وفي الغاز وداروا يطخوا علي، وأنا الحمد لله ما صارش فيه شي غير يعني حروق بسيطة في إيدي، وضربوا علي الجيش طخوا علي وضربوا علي قنابل الغاز.